أكد وزير العدل إبراهيم والداداه أن ملف وفاة الشاب زيني والخليفة ما زال مفتوحا، نافيا الأنباء التي تحدثت مؤخرا عن إصدار تقرير نهائي في القضية التي أثارت الرأي العام الوطني. أكد والداداه أن السلطات المختصة تبذل كل ما أتيت من جهد لكشف ملابسات الوفاة، وأنها ستعرضها للرأي العام لحظة إصدار الجهات التي تعاين الملف تقريرها النهائي. هذه الرواية دي إن شاء الله مصاريف فقط تنقال عنهم وعدلوا وكذاش من مليون وعنا نزقر فيهم ياسر من الشمال والبدين، عكس عن يعود قار فينا نحن كمجتمع من دولتنا اللي لنا عنها مثلا تعدل النوع من الأمور وتفتح له الأبواب من جديد إياه توصل للحقيقة، عاد مثلا انقلب عكسه. إذا على الملف ما تم فيه الإجراءات ومنين يتم إن شاء الله وجهونا له ينفتح لكل طرف، وله إن شاء الله يوضع تحت تصرف الناس كاملة، وذاك إن شاء الله اللي فيه هو اللي له يعتمد بإذن الله.